السلام عليكم. مين شاف الفيديو بتاع تامر حسني وهو كان مشارك بيعمل فيديو لشيبسي؟ تامر حسني بيعمل فيديو لشيبسي، سيبك من ده. بس تامر حسني دلوقتي الرسم بتاعه الفيسبوك خسر 1,000,000 متابع، وقفل الصفحة بتاعته. حتى تامر حسني تيمز قفل الصفحة بتاعته عشان خاطر ما يخسرش اكتر من 1,000,000. خسر 1,000,000 متابع في يوم، وكان هيخسر اكتر من كده. ده ليه صفحة تانية؟ اصل ليه 500 فيديو و500 جروب. بس دي الرئيسية، تامر حسني اول واحدة اوفيشال بيج هو قافلها. فبصراحة حركة نادلة جدا منه ان هو حركة نادلة جدا منه ان هو يعمل الحركة ديت. شيبسي بطعم الدم يعني يا تامر انت. بص، شيبسي بطعم الدم خالي من الرجولة، لا ناقص شهرة ولا ناقص فلوس، دونا عن كل الشركات راح تتعاقد مع شيبسي. يعني تستاهل، تستاهل والله. خلي بالك، تامر حسني قبل الحوار ده غير تامر حسني بعد الحوار ده. تامر حسني لما يرجع البيجات بتاعته تاني هينزل له 1,000,000 كمان ولا 2,000,000 كمان. بص دلوقتي 24,200، هو كان 25 وكان 25 وي كمان، يعني 25 كسر، رجع ل 24,200. انا حتى عملت له على اليوتيوب، عملت له ان فريند اللي هو ان سبسكرايب، مفيش، قافل كل صفحاته، كل الصفحات بتاعته. طب ليه يعني، ليه تعمل حاجه زي كده يعني؟ ليه؟ هل انت ناقص ملايين؟ هل انت ناقص فلوس؟ هل انت ناقص شهره؟ هو الاعلان ده، بص انا عامل ازاي. حتى شركة شيبسي نفسها على الفيديو ده على اليوتيوب قفلت الكومنتات من كتر الشتايم اللي هو خدها. الحادثة دي، بص دي نهاية الجدعنة. دي نهاية الجدعنة وحاجات كتير يشهد عليها ربنا. بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا، واخترت من بين الناس، عملت انا ايه ورد بايه؟ مفيش احساس، في دم في ايديا. بص اصل الناس ماسكاه ايه، شيبس بطعم الدم وحاطين صورته خالي من الرجوله، وده ايه المصري يكسب. في دم في ايديه بصراحه. هيتظبط هو على الحوار ده، خلي بالك يعني. خالي من الرجوله فعلا. اتمنى يرجع ويفسخ العقد معاهم مع شيبسي، ويرد لهم الشرط الجزائي لو في شرط جزائي، ويبقى راجل كده يعني، فاهم يعني؟ كفايه بقى يعني، كفايه موقف سلبيه بقى، كفايه ناس ما عندهاش دم بجد والله. ناس، الناس مش قاعده في غزه لا لاقيين الميه ولا لاقيين الاكل ولا لاقيين الشوربه، عمال يتقتلوا. سلام.